رب العالمين خلاهم يضحيوا شهداء وكل مع بعض. اذا شيء عظيم، وهذا هو التلاحم ما بين افراد المجتمع الواحد، ما بين افراد الوطن الواحد. احنا لازم نستلهموا من هذه المواقف هذه باش نزيدوا اكثر تضامن واكثر يعني تلاحم ما بين يعني الافراد الجيش الافراد الشعب الواحد، وباش نعرفوا كيف نتصداو ونواجهوا الاخطار الموحدقه بنا من حتى من الخارج. هاكم شفتوا واحد الشيء العمل اللي قمنا به في 48 ساعه، اطفانا كل النيران اخمدناها. لهيها مازال في بلدان اوروبيه ورغم المساعدات نتاع هذوك نتاع البلدان الاخرى اللي مجاورينهم، دركم ما طفوهاش، دركم ما طفوهاش. انا باش نشوف القدرات تاع الجزائر، ربما باقل وسائل منهم. احنا الحمد لله هذه المره وسائل كانت والطائرات كانت وما بخلناش، كثر ما خذينا دروس من الشيء اللي عشناه في 21 في 2021 وفي 2022، وحذرنا مليح مثل هذه المصائب. الحمد لله جابت نتيجه، والان احنا نواصلوا بالكيفيه هذه وبالعمل هذا حتى نكون في مستوى الامم الراقيه، وحتى الشعب كامل يكون فيه تلاحم. يعني عندك واحد المواقف كان الامر في بجايه ولا في تيزي وز ولا في بويره ولا في جيجل، وين نروحوا؟ الناس قابلين برضا الله وقدره، قابلين على بالهم بلي شيء هو الكبير، ومعترفين بالدوله تاعهم، معترفين بالتدخل نتاع الجيش الوطني الشعبي. لذا السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع ليس بحسب كرئيس جمهورية، وإنما كقائد القوات المسلحة كوزير الدفاع، من طبيعي باش يهتم بولاده، باش يهتم بولاده وباش يوفدنا احنا نزوروا بيت بيت عبر هذا القطر القارة. الحمد لله. لا باش يعني في الجزائر، أنا أقول لك أنا ما نجلوش في بلاصة أخرى، ماش مجاملة ولا عندنا روح أبدا ما توجدها في بلاصة أخرى أبدا. الشيء اللي سمحنا باش نطفيو النار النيران هذه في 48 ساعه هو هذا التلاحم والتضامن والتكامل هذا.